المنتخب الصيني استهل مشواره في تصفيات كأس العالم بفوزه على سنغافورة بهدفين مقابل هدف واحد، وأول مباراة للمدرب الإسباني كاماتشو مع الصين توجه بأول فوز له في مباراة رسمية. على عكس التوقعات، باغت المنتخب السنغافوري مضيفه بهدف أول ألكسندر دوريتش في الدقيقة 33 من عمر المباراة. الآمال الصينية جاءت بخبر مفرح حينما عرقل الحارس البديل ليونيل لويس اللاعب الصيني شين تاو ليحتسب الحكم اللبناني ركلة جزاء لأصحاب الأرض أهدرها تاو، لتبقى النتيجة على ما هي. حتى استطاعت الصين في الدقيقة 69 من المباراة من تسجيل هدف التعادل عن طريق زهينغز هي من ركلة جزاء غير صحيحة. وبعدها سجل يوهاي الهدف الثاني ويهدي 3 نقاط ثمينة لمنتخب بلاده قبل المجيء إلى عمان وملاقات منتخبنا الوطني الثلاثاء.